أو أعمال تصدير واستيراد أو غيره. الحكومة أخذت حوالي 2% لتمويل بعض المشاريع الخاصة بها، ولكن هذه الأموال يعني المصارف الإسلامية تملك منها 26 مليار. سنة 2013 بالضبط كان المبلغ حوالي 23 مليار و200 مليون. داخل البحرين تم استثمار حوالي 13.2 مليار، يعني 13 مليار دولار و200 مليون داخل البحرين في هذه المدن العملاقة اللي انتم شايفينها. لا لا، في داخل البحرين، في البحرين. فإذا انت عرفت هذه المعركة بأن الحجم بتاع هذه المعركة، تستطيع أن تفهم بأن هذه المعركة سيكون ثمنها غالي. وللأسف الشديد البحرين مقدمة على دماء أكثر وتضحيات أكبر، لأن الكيكة كبرت. أنا أول مرة رحت البحرين سنة 74، البحرين كانت صغيرة يعني، كلها ما تسوى يعني يمكن 3 مليار يعني. البحرين اليوم تسوى 200 في المتوسط 200 مليار. وبالتالي المعاناة والصراع حول الحكم في التاريخ، إذا كان الصراع سنة 74 في حدود 3 مليار وحصل ما حصل فيه، اليوم الصراع حول 200 مليار، وبالتالي العنف أكبر. زي في السودان يعني، السودان هذا البلد الغني غنى فاحش يعني، لا يمكن مقارنته بغنى البحرين يعني، مليارات المليارات بترول وذهب وغيره وغيره وغيره، الموت فيه استمر لخمسين سنة. الآن عايز أقول إنه اقتصاد البحرين هو محور الصراع، وأن ما يحصل من تمييز ومن تجنيس ومن غيره هي آليات أصبحت للسيطرة على هذه الموارد والإشراف عليها واستخدامها وتجييرها لصالح فئات اجتماعية جديدة متطلعة. لأن الصراع انتقل من فئات اجتماعية تقليدية كانت حول رئيس الوزراء إلى فئات متطلعة جديدة بعد المشروع الإصلاحي، التفت حول الديوان الملكي. وأخفز غفزة سريعة جدا وأجل الموضوع بتاع التجنيس السياسي. التجنيس السياسي ما شيء جديد على البحرين يعني، أقصد بشكل عام يعني كلمة تجنيس سياسي الناس شافوها أكثر. أنا قبل كده قلت إنه التجنيس السياسي بدأ في الكويت قبل ما يبتدي في البحرين، ومن المدهش إنه في السودان التجنيس السياسي سنة 65 حصل تجنيس سياسي يعني لعدد كبير من المهاجرين من غرب أفريقيا المشاركة في الانتخابات ومناصرة الأحزاب. لكن التحدي بتاع التجنيس السياسي لأنه مرتبط يعني مسألة المشاركة السياسية هذه أخذ ورد، وتعتمد على المدافع السياسية من يقبل من وانتخابات وغيره، ويمكن معالجتها في النهاية يعني. الانهيار الاقتصادي يمكن معالجته بالإشراف، بالشفافية، بالمحاسبة، بإيجاد إدارات أكفأ بغيره. ولكن حتى لو كانت المسألة بتاعت إهدار لموارد اقتصادية، مسألة التجنيس السياسي خطورتها لأنها مرتبطة بمصير ومستقبل المجتمع نفسه، وهذه هي الخطورة. الديوان الملكي حسب الإحصائيات، وأنا بقول هذا الرقم عشان تحفظوه، يعتقد حسب إحصائيات تفصيلية منزل منزل، دعوز دعوز، حارة حارة، بيت بيت، فيلا فيلا، إنه عدد الشيعة حوالي 381 ألف. كل الحسابات، كل الحسابات اللي أجريت حول ديناميات 381 ألف شيعي في البحرين. هذا أنا بتكلم لما كنت هناك سنة 2006. كل الحسابات أجريت حول إن هنالك 381 ألف شيعي في البحرين جعفري يعني، والبقية سنة. وهذا الرقم أصبح هو اللي بيعتبط هو محور كل الإجراءات، إذا كانت تجنيس سياسي، إذا كانت محاولة بتاعت سيطرة على مدخلات التعليم، إذا كانت خطط إعلامية لمحاولة تشكيل هوية ووعي المواطن البحريني، إذا كانت فرص بتاعت ابتعاث وتدريب في المستقبل، إذا كانت فرص بتاعت تدريب في سوق العمل، إذا كانت خطط لتأهيل وإعادة تأهيل الخدمة المدنية ومستقبلها. البقية ذكرت السنة بالتحديد، أنا ممكن أقول لك الرقم عندي هنا عشان هذه الأرقام مسجلة وأنا مسؤول منها يعني. مهم جدا هذه الأرقام لأنه أيوة
الديوان الملكي يعتبر أن هنالك 381 ألف شيعي، باعتبار أن سكان البحرين في حدود 585 ألف، يعني حوالي 65% منهم شيعة، وأن هنالك حوالي 204 سني. كل الحسابات بنيت في التجنيس السياسي الموديل، يعني اللي مشى إحصائيا، يعني إنه يجنسوا كم في السنة عشان يقدروا يعني يوصلوا للتوازن، وموجود في هذا منشور يعني في التقرير، يعني إنه نقطة التوازن، إنه الخطة كانت بإنه سنة ألف لما نجي في انتخابات 2010 يكون الوضع بين السنة والشيعة متوازن، ولكن الأحداث عطلت شوية من المشروع. لذلك أنا أقول، قلت يوميها في مجلس اللوردات، وفي ناس استغربوا، ما في أفق لأي حل سياسي. كل الإخوة في الوفاق أو في القوى السياسية اللي بيفتكروا إنه هنالك حل سياسي في البحرين، بما فيهم ويليام بيرنز، اللي أنا مبارح بالليل بعت رسالة بالإيميل له وقلت له أنت بتضحك على نفسك، لن يكون هنالك حل في البحرين في المنظور، لأنه سياسة الحكومة البحرينية أو السلطات في البحرين معتمدة على الخداع والتمويه. الآن الخطة بأنه في سنة 2014 انتخابات اللي جاية في أكتوبر القادم، هذه انتخابات خليها تحصل زي ما تحصل، الوفاق هم حساباته أنه الوفاق حتنسحب ما حتشارك، لكن حتدفع بالصف الثاني من 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 قياداتها، وأن الشخصيات محسوبة للوفاق، لكن حساباتهم أنه ما يهمش، يعني لأنه 2014 هي دورة سيتم فيها حسم الملف حسب الحسابات. في سنة انتخابات 2018 إذا أنتوا عايزين إعادة دوائر، إذا عايزين استفتاء، إذا عايزين تعملوا اللي عايزين تعملوا، إحنا مستعدين. هذه آخر أخبار أنا عندي ممكن أقول لكم، إنه 2014 مش مشكلة، لأنه 14 بنعديها، ولكن المعركة الحقيقية إنه الملك في دورة 2014 لأول مرة، وانتبهوا لهذه المسألة، إنه الانتخابات في البحرين لا ينظمها القانون، رغم أنه الدستور واضح في هذا الموضوع، نظمها أوامر ملكية، وعندنا هنا نواب يعني يفهمون أحسن مني في هذا الموضوع، ولكن برلمان 2014 هو اللي حيصدر قانون الانتخابات بالمفهوم اللي انت عايزينه، إعادة الدوائر بنعيد الدوائر، عايزين تمثيل وقوة وقدرة لمجلس النواب نعطي مجلس النواب قدرة، عايزين تحولوا مجلس الشورى زي مجلس اللوردات في بريطانيا نحولوا زي ما عايزين، لأنه قوانين اللعبة هنا انتهت خلاص. وأنا لما قلت إنه البحرين وقتها لن تكون هي البحرين التي تعرفونها يبقى الكلام تاني، عشان كده أنا بعتقد بإنه الحديث عن صفقة سياسية هو مضيع الوقت، ووقوع في الشرك بتاع النظام، لأنه النظام سياسته واضحة، خداع وتمويه، وعدم الحديث عن القضايا الأساسية، وإنه المعركة هي معركة سياسية. المعركة ما معركة سياسية، المعركة حول الكعكة، من يملك هذه الكعكة ومن يتصرف فيها، وهي معركة أكبر من إنه تمييز لأربعين ألف موظف أو حرمان الشيعة من موقع هنا وموقع هنا. لا، الشيعة ما عندهم أي فرصة لهذه المليارات من الدولارات، ولن يقوم. طيب، إذا نحن قلنا إنه قانون التجنيس في البحرين، والقانونين يعرفوا هذا أحسن مني، نظم بشكل بدائي في الثلاثينات بعد اكتشاف البترول، وتم يعني تفصيله أكثر في قانون 63، هذا القانون يعني ممكن تغييره، إيه المشكلة؟ لكن الملك عمل شوية حاجات في تغيير بعض الأوامر الأصدرة فيما يتعلق بالمشاركة في الحياة السياسية، ووضع حاجتين أنا أعتقد ملفتات للنظر يرتبط ارتباط أساسي بما حدث قبله. أول حاجة، رفع موضوع المادة 6 من وثائق السفر البحرينية، وأصبح إنه ما في مشكلة، أنت جونيستا أمس ولا جونيستا قبل 40 سنة واحد نفس الجواز، يعني زمان كان بيكتبوا المادة 6، أي واحد في المطار بيفتحها كده بيعرف إنك أنت مجرد. أنا ما عاد، لكن أضاف دول مجلس التعاون الخليجي، وهذه نقطة مهمة وخطيرة جدا لسببين. كلنا نعرف إنه اليوم، وأنا أكدت لهذه النقطة، إنه عدد الدواسر في البحرين الذين يحملون هويات بحرينية عددهم أكثر من العائلة الحاكمة، وشيخ الدواسر عنده ثقل داخل البحرين أكثر من ثقل مجلس العائلة الحاكمة أو المالكة، وهذا إحصاء. فما هو المصير في هذه التعامل؟ أنا أعتقد بأنه النشاط بتاع الجمعيات السياسية كان
معقول، ولكن لم يكن التجنيس السياسي أولوية. لماذا؟ في قضايا أهم بالنسبة اليوم، الصفقة السياسية حول الترتيبات وعبر عنها بصورة واضحة جدا في ميثاق المنامة الأخير، يعني أولويات 1 2 3 وبعدين التجنيس جاء. أنا أعتقد أنه في تقديري الخاص، وأنا لا أتدخل في الشأن البحريني، ولكن كإنسان عاش في ذلك الوطن، أعتقد بأنه الأولوية أنك أنت تتحكم في مدخلات التغيير السياسي. نحسم موضوع هذا التجنيس السياسي قبل ما نتكلم عن التفاصيل الأخرى لسبب بسيط، أنه أنا واجهتني مشكلة في خلال السنوات الماضية من سنة 2007 إلى الآن. أنا تحدثت مع عشرات الناس وأكدت هذا، واتفق معي اللورد إيربري بأن هنالك صعوبة، لأنه موضوع التجنيس موضوع سيادي، صعوبة في هذا الغرب أن يتفاهم معك في هذا الموضوع وينظر، لأن أولا موضوع التجنيس السياسي لم يثار في أي آلية من آليات حقوق الإنسان حول العالم. وأنا اقترحت وسعدت بأنه اللورد إيربري أكد أن احنا عايزين لجنة خاصة تشتغل على هذا الموضوع، لأنه من الصعب جدا تتحدث مع أي شخص في الغرب هنا عن موضوع التجنيس السياسي في البحرين، ما عنده يعني فهم لأن الخطورة إيه، يعني لأنه بيعتقد هذا حق سيادي للدولة. فأنا أعتقد بأنه ما حدث من سنة 2009 في أنه اتعملت لجنة لمناهضة التجنيس السياسي وطلعت مظاهرات وغيره، في الإشارات اللي لبسوها نواب الوفاق عن لا للتجنيس، ما حدث بعد اكتشاف الخلية الإرهابية في الكويت، وجدوا أنه في واحد أردني يعني مجنس وراء الموضوع، لفت نظر الناس في الكويت على الأقل. الملاحظة بأنه النمو السكاني ارتفع نسبته إلى 4.2 4.2، وأنه بالتقديرات هذه يعني من سنة 2002 لحد 2007 كل الناس اتفقوا على أن الحد الأدنى للتجنيس السياسي في حدود 50,000، وأنه الناس انتبهوا لأول مرة بأنه تعداد السكان في البحرين أصبح مش موضوع مش عايز إحصائيات مفبركة من وحاجة للفبركة، يعني مفبركة من الإحصاء، يعني المواطن في الشارع شايف بعينه وحاسس بالمشكلة، لأن البحرين نفسها هي مش كبيرة، يعني إنه عدد السكان في البحرين الآن تضاعف،